مشاهدي صوت الساحل التونسي، عسلامة ومرحبا بكم في برنامج لقاءات وحوارات. ضيف الحوار اليوم السيد عبد الرؤوف شعبان، مدير دار الشباب بالمكنين. دار الشباب بالمكنين في هذه الفترة تشهد كثافة الأنشطة الثقافية والشبابية، مش نحاولوا نتعرف على أبرزها وأهمها من خلال هذا الحوار الذي سنجريه مع السيد عبد الرؤوف. سي عبد الرؤوف عسلامة ومرحبا بك. مرحبا بكم في المكنين. أشك. في ضيافة شباب المكنين. أشك. في العادة دور الشباب في جهة الساحل مغلقة أو شبه مغلقة، أنشطتها تكاد تكون معدومة، لكن الملاحظة اللي لاحظناها مؤخرا هي كثافة الأنشطة وتوترها في دار الشباب بالمكنين، أنشطة متنوعة وعديدة. قبل كان تعطينا لمحة تاريخية على دار الشباب تأسيسها، وبعد تو نحكيو تباعا على الأنشطة. كما تعرف في دار الشباب بالمكنين تقريبا من 10 مؤسسات الأوائل في الجمهورية، تأسست سنة 1967 كدار شعب بمجهودات شعبية من بلدية المكنين والمواطنين، وكانت عبارة لدار شعب فيها كني دار ثقافة ودار شباب ودار منظمات. ثم عام 71 وقع منها تحويلها إلى مؤسسة شبابية كدار شباب بأتم معنى الكلمة. المؤسسة هذه سمحني تقريبا احتضنت كل أجيال بمدينة المكنين على امتداد السنوات. تتميز بثلاث حوايج، الأولانية هي وجودها الساعة في موقعها الجغرافي في قلب وسط مدينة المكنين قريبة إلى المعهد الثانوية، في الأحواز نتاعها على معناها قطر 300 متر تقريبا قرابة 6000 أو 7000 من بين تلميذ وطالب على يدوروا حول المنطقة نتاع دار الشباب. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي دار الشباب تقريبا من حيث المساحة من أكبر دور الشباب الموجودة، إضافة إلى زخم متاع الأنشطة للمجتمع المدني بمدينة المكنين الذي تعود أن يكون باتصال وثيق وتكامل مع دار الشباب، باعتبار كما كنت نحكي لك هي بداية دار شعب، بمعنى أنه كان فيها كشافة، كان فيها المصايف، كان فيها الأنشطة الرياضية. هم كلهم اليوم مكنين ولات عندها دار منظمات اللي تكاد تكون من أحسن وفريدة من نوعها زادها في ولاية مستير وحتى في جيرة الساحل. دار منظمات تحتوي جمعيات ومنظمات بمدينة المكنين، وهم كل جمعيات تقريبا أو أغلب الجمعيات باتصال وبترابط معناها مع دار الشباب، خاصة أن هناك جمعيات اللي هي خرجت من الصلب نتاعها كما جمعية الشباب الرياضية اللي تحقق في نتائج باهرة جدا. هي كانت فروع نوادي داخل دار الشباب تحولت إلى جمعية، اليوم أنا تراهن على الألقاب العالمية وشفنا حتى بعض الأبطال في الألعاب الأولمبية وغيرها. تتواتر التظاهرات ما لا تكاد تنتهي تظاهرة فنية أو مسرحية أو شبابية حتى تبدأ تظاهرة أخرى. نعرف اللي فصل الصيف فيه مهرجانات، لكن تباعا في خريف بداية سبتمبر وأكتوبر تتلاحق وتتواتر التظاهرات. كان تحكينا على أهم وأبرز التظاهرات اللي تعيش على وقعها دار الشباب بالمكنين والمكنين. وفي الواقع احنا دار الشباب هي مؤسسة بالأساس تربوية اجتماعية، هناك عديد الأنشطة اللي هي النوادي دار الشباب هذه تسمى الأنشطة الموجهة في نوادي، وهناك ما يعبر عنه بالنشاط الجماهيري اللي هو يتفتح معناها في علاقة مع بقية الجمعيات والمنظمات الموجودة في البلاد. إضافة لذلك هناك التظاهرات الشبابية، بحكم مدينة المكنين فيها عديد الشباب اللي هو معناها متقدم في الدراسة نتاعه وفي اختصاصات متعددة، هما يجيوا بالمشاريع الشبابية هذية تتبناها دار الشباب بمعدل تقريبا 38 تظاهرة على امتداد السنة، معدل عام. السنة الفارطة مثلا وصلنا 56 تظاهرة أنا شبابية. إضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من المخرطين في المؤسسة هذية، قرابة 1000 ولا أكثر من 1000 مشارك في المؤسسة، بحكم كما كنت نحكي لك معناها ترابطها مع الجمعيات ثم ترابطها مع المؤسسات التربوية اللي حولها. وكل الأنشطة هي تحاول أن تركز المعلومات المعرفية وإلا الدراسية للتلميذ في شكل مكتسب الذاتية، وذلك معناها اللي يحتاجوه الشباب متاعنا، وهذا الدور متاعنا الأساسي هي تحويل هالمعارف هذه من خلال أنشطة، من خلال فنون، من خلال تجارب، من خلال خرجات رحلات. هناك برنامج صيفي كان ثري بمجموعة من الأكاديميات التكوينية، شاركنا تقريبا في أغلب الأكاديميات على مختلف مواقع ولاية الجمهورية من شباب المكنين. سي عبد الرؤوف، إن نقول نشاط ثري
متنوع. نحب نحكي على نشاط دار الشباب ووجود دار الشباب بالمكنين كراعي وكحاضن وكأرضية. هو ما فما السر كبير، هي أن تقوم بدورها التربوي الاجتماعي، أن يحس الشاب أنه يلقى راحه أنها داره، ما هيش دار ناس خرين. هو يقبل على النشاط نتاعه وقت اللي يتقدم ببروجي أو بمشروع، سواء يكون فني أو يكون حتى تنموي. يعني أنا نادي من أهم النوادي نادي التوجيه الشبابي، اللي يوجههم كيفاش يعملوا مشاريع، كيفاش يدبروا خدم، كيفاش يمشوا للتكوين. أنا هذا النادي تقريب هو همزة وصل مع النوادي كل، هذا إضافة إلى النوادي الفنية. ما نمشيش احنا مثلا مؤسسه انتاج. سامحني سي عبد الرؤوف، هنا باش نقص عليك، هل هذا يعود الى دعم مادي ام الى الدوله ام الى بشري، معناها موارد بشريه؟ اكد لك انه في ولايه المنصير احنا عندنا 27 مؤسسه شبابيه، ما هيش دار شباب المكنين، صحيح هي من ابرز واقدم وكذا نظرا للكثافه السكانيه ولموقعها الجغرافي والامتداد نتاعها، لكن زاد يعود الفضل للدعم نتاع الوزاره في تعيين اطارات. احنا عندنا 8 اساتذه معناها مشرفين على الأنشطة هذه، إضافة إلى مدير المؤسسة. ولو أن المؤسسة تشتكي إلى الإطار العمالي، رغم الكبر متاعها ينفيش إطارات عمالية، إن شاء الله الموضوع هذا يتفض في أقرب فرصة، معناها باعتبار إحنا العمال والصيانة تكون مع بلدية المكان، وسيد رئيس النائب الخصوصية وعدنا بفض هذا الإشكال في أقرب فرصة، إن شاء الله يتفض. لكن وجود إطارات والمبادرات الشبابية والشباب مثلاً، الولي عنده دخل كبير في الحكاية. احنا قلت لك دار الشباب هذية خرجت منها المكاكنية كل، الولي اليوم يبعث ولده للمؤسسة اللي هو تكون فيها، المؤسسة اللي هو نشط فيها، اللي هو نباع منها، يبعث ولده ويرافقه. صحيح راهو فما بعض الشباب بعض الأولياء اللي هما ما هماش مرتاحين في وجود أبنائهم مثلا باش يبعثوا أولادهم لدار الشباب، لأنهم فما لا ما يعرفش، فما لا ما جاش، فما لا غاب، فما فترات كيما تعرف، معناها فما فترات ركود، معناها فما فترات ازدهار. أما دار الشباب المكنين ديما ناشط، ما تنجمش ما تنشطش، ما واش الإطار ما يحبش ينشط ما تنشطش. إطارات في المكنين مهما كان الإطار الموجود يلزم ينشط، لأنه شباب المكنين هو اللي نشط فيه، شباب المكنين هو اللي اعتبرها نتاعو، هو الشريك الفعلي، هو اللي دز فينا النشاط، هو اللي يفرض علينا النشاط. يلزم الشباب يفهم لأنه هذه المؤسسة هي متاعه، ولا مكتبة ولا جمعية، الناس كل نخدموا بعضنا في مصلحة بلادنا وفي مصلحة شباب بلادنا. سي عبد الرؤوف في الختام كلمة أخيرة للشاب أو للطفل لتهيئته للانضمام في العمل معناها التربوي والشبابي والمشاركة في هذه التظاهرات. كلمة الختام أنا نحب نشكر الشباب اللي هو ينشط في دار الشباب ساعة، ونحب زيد نتوجه بشكر جزيل إلى السادة رؤساء الجمعيات وأعضادهم اللي معاضدين دار الشباب واللي تعاونوا معها بكل أريحية، وإحنا زيد بالأمثل. نحب نشكر زملائي الأساتذة المنشطين كلهم على المجهود الإضافي، راهو في المكنين أصعب الخدمة، لأنه في المكنين مش يعمل أكاي تاع الشباب، يزمو يعرف كيفاش أطر الشباب لأنه موجود، دونك مجهود إضافي معناها يقدموا فيه. نحب نشكرهم على الجلد نتاعهم، على صبرهم، على حبهم للشباب، على حبهم للقطاع. واحنا ندعو شباب المكنين باش ينخرط في كل النوادي، 18 نادي اختصاص في دار الشباب المكنين، 18 نادي مفتوحه لكل الشباب الموجود. نقولوا زاد الشباب والاطفال، الاطفال اللي هما منها في الاعدادي، معناها تلاميذ الاعدادي والثانوي. احنا زاد عندنا خاصيه في دار الشباب هي انه عندنا نادي اطفال ممتاز، التلاميذ الابتدائي يكونوا في نادي الأطفال، منخرطين في نادي الأطفال اللي هو في تكامل مع دار الشباب. تقريبا هو مؤسسة تربوية اجتماعية تحت ظل الأطفال بشكل متميز وممتاز، وخاصة احنا الشباب اللي جينا من نادي الأطفال يكون أكثر اندماج في الأنشطة، وخاصة الأنشطة العلمية والأنشطة الفنية. أنا ومجالات النشاط الفني والثقافي والرياضي والتعبيري، عندنا من مجموعة من النوادي اللي تخلي الشاب يلقى ظل نتاعه، وأي نشاط يقترحه الشاب نجمه احنا بالإمكانيات الموجودة بالمختصين الموجودين في مدينة المكنين. هذه مدينة فيها 23 أستاذ موسيقى، فيها فوق 50 أستاذ فن تشكيلي، فيها أساتذة مسرح، فيها دكاترة في العلوم والتكنولوجيا، فيها مئات من خريجي الإعلامية. أنا الإعلامية النادي نتاع الإعلامية تقريبا فيه ناشطين مهندسين تقريبا، ويكونوا في ولاد صغار اللي هم يشرفوا على النادي بمعية المنشط
اللي هو ينسق هذه العمليات كلها. عندنا زوز نوادي إعلامية، واحد مختص في الرقميات، واحد مختص في البرمجيات، إضافة إلى وجود بوكنين بصفة خاصة ففني إعلامية مختص في الإعلامية يتلي بالمنتنانس، وهذا هو يخدم مع بقية المؤسسات الأخرى. عنده 9 مؤسسات أما هو موجود في المكنين وفي دار شباب المكنين، نظرا لكثافة النشاط الموجود. ودعوة إخرانية لكل الشباب للإنخراط في أنشطة دار الشباب وأنشطة جمعياتنا ومنظماتنا، وعن كل منه من ناشط في جمعية نعتبره ناشط في دار الشباب، وكل ما هو في دار الشباب نعتبره في جمعية. ومكاكنية الكل شباب المكنين فتيات وفتيات مدعوين للانخراط من أجل بلادهم، من أجل مستقبل بلادهم، لأنه راهو الثقافة والعقلية والنشاط هو اللي طور بلادنا، هو اللي قدمنا. وإحنا ندعيهم كل واني باسم كل الجمعيات والمنظمات وبلدية المكنين والمندوبية ودار الشباب وزملائي، أدعو الشباب إلى الانخراط. ونتوجه لكم أنتم زادة بكلمة شكر على اللفتة الكريمة هذه، على يكون فيها دعوة لشبابنا و إبراز مجهودات الشباب اللي كانوا هما تقريبا في لجان التنظيم. نحب نشكر زاد الشباب الهائل والرائع للغرفة الفتية على تنظيمه وحسن تنظيمه للمهرجان بتاع الفخار والصناعة التقليدية، أنا كانوا في غاية منها الانضباط والنظام، كيف كيف لجنة تنظيم مهرجان سعيد بوبكر كانت مجموعة من الشباب الراقي والهائل الممتاز، مجموعة الحالية اللي تشرف على الأيام الثقافية في مصر والتلق مع جمعية الثقافة والترفيه، زي مجموعة شبابية متميزة للغاية. هذا الشباب نحبوه وهذا الشباب ندعيوه، وماذا بين كل شباب المكنين يشارك في أنشطة ثقافية والأنشطة التربوية، لأن هي السبيل للنجاح وللتغيير ولتقدم ولتطوير مدينة المكنين. يعطيكم الصحة.